السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد القادر فتح الله وانتوا بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل. والنهاردة حلقتنا حلقة خفيفة بس مهمة جدا، وهي لما تكون عامل don't disturb، انك توقف الازعاج وتخلي مجموعة معينة هي المجموعة المهمة بالنسبة لك اللي هي مفعلة تقدر تتلقى منها اتصالات او حتى رسائل. طيب هندخل على settings الضبط، وبعد كده privacy الخصوصية. لاحظ بيقولك ان هنا هتتلقى اشعارات بس من الناس اللي انت هتحددهم، الناس المهمة بالنسبة لك وانت مشغول بتعمل امتحان او شيء. تحدد اسماء الاشخاص اللي انت عاوز تقول لهم لكم الاولوية انكم تبعتوا رسائل او حتى تتصلوا بيا، سواء كان طالب او سواء كان مدير مدرسة او حتى رئيس قسم، مهم جدا. طيب دلوقتي لاحظ كمان ان حتى لو عندك كونتاكت اتصال مبهم ملوش اي دي تقدر تعمل له بلوك، وتقدر تشيل البلوك عادي، تمام. وحتى لو جات لك بعض الدراسات او الاستبيانات ممكن تقفلها من سيرفيز، تمام. سو نرجع تاني. دلوقتي احنا لما نلاحظ هنلاقي ان فيه القائمة بتاعت available و don't disturb، نضغط على don't disturb، تمام كده. لو حبينا نعيد التهيئة تاني نعمل reset، نرجع تاني الافيلابل، ممتاز. طيب في خاصية تانية مهمة جدا لما تكون مشغول، تقدر تعمل update your status اللي هي الحالة بتاعتك، تقدر تحدثها برسالة لما حد يبعت لك رسالة ولا حاجة. set status message، تحط رسالة نصية اللي بيتصل او بيبعت لك رسالة هيشوفها ويقراها يعرف انك مشغول. فانا بهنا بقول ايه، اعذروني مشغول لمدة ساعة، تمام. لاحظ كده ان انا كاتب ايه، show when people message me، يعني خلي الناس لما تيجي ترسل لي تشوفها، وعملت وقت ساعة، تمام كده. الناس اللي تبعت لي رسالة هيعرفوا ويقروا ان انا مشغول لمدة ساعة، واقدر اغير تاني واقدر حتى احذفها، تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.